اليوم تنحتفلوا بعام ديال كازابيسو بيغي بالزا بلو شونجمون ديال الترونسبور في الدار البيضاء وفي محمدية نواصر ومديونة، وفي نفس الوقت تنحتفلوا بالديماراج ديال الوكالات التجاريه اللي هما وكالات ديال القرب، اللي باش حيت لوبجيكتيف ديالنا هو نكونوا اقرب من الزبون ديالنا، واحسن حاجه هي تكون لو كونتاكت هومان. بيان سور كاين اون باراليل لو سيت ويب اللي فيه توت لانفورماسيون ديجيتال، واللي يقدر به ياخذ les informations بحال كيفاش pour aller à un endroit، كيفاش شنو هو الخطوط اللي خصو ياخذ، شنو هو لو تاريف، شنو هو الوقت ديال المرور ديال الحافلات. و en même temps في الاسابيع المقبله ان شاء الله غيتلونس لابليكاسيون موبيل اللي هي غتعطيك هاد لي زانفورماسيون كاملين مي اون ابليكاسيون موبيل. سير، ولكن الاشكال اللي تيعانوا منه بالدار البيضاء هو قله حافلات النقل الحضري، امتى غيتكتمل الاسطول بصفه نهائيه؟ غي اليوم كاين لو ديماراج ديال النوفو بارك، غادي يكون 610 ديال الحافلات، ولكن المشكل ماشي هو كاين قله الحافلات، بالعكس المشكل اللي كاين هو السير والجولة. اليوم بعد كما كتعرفوا الدار البيضاء تتعيش واحد الحاله ديال لي طرافو اللي كيسون في تو لي كارتي، وهذا تي بيان سور هذه شي حاجه ظرفيه اللي تتعيق من الولوجيات ديال الحافلات.